رق العراقي رق الحويجه رق الحويجه هذا رق العراقي جاي يفضلون عليه الرق الايراني. لم يكن هذان الفلاحان يعلمان ان جهودهما في زراعه هذا الصيف ستذهب سدى، وان اثمان محاصيلهما لن تغطي حتى اجور نقلها الى اسواق البيع المباشر. لا لا ما يحتاج. أسباب كثيرة تقف وراء هذه الكارثة الزراعية التي حلت بالحويجة، أبرزها فتح الحدود أمام المحاصيل الإيرانية دون رقيب يحفظ للمنتوج المحلي قيمته الزراعية، وكذلك شح المياه والجفاف الذي يضرب العراق، وأيضا استهداف أبراج الكهرباء في عموم محافظة كركوك. أبا الجنوب يجي يشتري ارتويته ب 500، هذا تو الفلاح تشوف شان يبيع ارتويته ب 500 ب 600 بالمزرعه اللي هو الدرف تو الدرف الواحد. من فتحت الحدود الايرانيه قام الطب العراقي هنا صار الدرف ما حد يشتري ب 25، هي الكرو ب 25. الفلاح شي حصل من 25؟ ينطى الفلاح لو ينطى ابو الكرو لو شي حصل. مقطوره من البطيخ الاحمر المعروف محليا بالرقي تكلف صاحبها اكثر من 100,000 دينار، عند عرضها للبيع لا يحصل على أكثر من 25,000 دينار كحد أقصى، معضلة لن تجد لها الجهات المعنية في الحويجة حلا، فأسبابها من خارج الحدود والصلاحيات الإدارية للقضاء. دعم ماكو من الحكومة. أول شيء المي بالواسطة، المي يصرف عليه يصرف 500 مليون يصرف بس على المي، غاز الكهرباء ماكو على الكهرباء كثيرة على الغاز. يبدو أن هذه الصرخات المعاتبة لإنقاذ الزراعة في الحويجة سلة غذاء كركوك تمثل إلى حد كبير يأس هؤلاء المزارعين من مهنتهم بعد صمت حكومي طال ومحاصيل زراعية ما عادت تنفع إلا أعلافا للمواشي. لقناة الفلوجة محمد الصالح، قضاء الحويجة.